تعرف يا سلام ان الحياة هنا بقت اصعب من حرب الحبشة. عارف عارف ومتأكد. وبعدين انت فين من اللي انا فيه؟ انا خلاص يا حمزة بلغ السيل الزبة. يعني انا اقول لك الحياة صعبة تصعبها لي اكتر وترطم من نحوي؟ ايه دي؟ دي اسورة. يوم انا عارف انها اسوره، دي اكيد وقعت من اشرقة هانم. اشرقة هانم؟ اه مظبوط، دي بتاعتها. طيب ما الاحسن توصلها لها؟ وقت تاني بقى يا سلامة. على كيفك، ولو اني افتكر يعني انها لو ما لقيتهاش ممكن تزعل وتتضايق. طب انا هعمل ايه؟ يعني الاحسن انك تلحقها. وانا عارف هي رايحة فين يا سلامة، الست قالت مستعجلة ورايحة مشوار، هعرف منين انا؟ بالعقل كده يعني يا حمزة؟ البنية جت علشان تعزيك، بعديها هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتروح تعزي شي عبده في العباسية. تفتكر؟ افتكر ولو اني يعني مش متأكد. طبعا يا اسطى. انا قلقان. مخبيش عليك، انا قلقان اكتر منك. سي عبده شكله مهزوز قوي. سي عبده راجل فنان قلبه رهيف مش زينا. ربنا يخرجه من الأزمة دي على خير. إن شاء الله هيخرج منها على خير، بس عايز أقول لك حاجة يا حسان، أنا كمان زي سي عبده كده، قلبي رهيف قوي. مالكو؟ فرحان ينبك. ليه بقى؟ عشان خرجت من الحالة اللي كنت فيها. ولا خرجت ولا حاجة، بس أنا قلت يعني ذنبهم إيه الناس اللي بيجوا يعزوا دول يشوفوني متبهدل كده؟ على فين؟ هروح أجيب العود لسي عبده يمكن يفوقه ويخليه ينسى. آمين يا رب. أنسى مش عارف، حسن متهيألي كده في حاجة هتحصل. حاجة ايه؟ يعني حاسس انه في حد هيجي. عبده حسان لحقت تفكر في أشرقات؟ انا مش قصدي عليها. امال قصدك على مين؟ ولا حد. عبده لحياتي تتغير بالسرعة دي؟ هتغير ده ايه؟ انا هفضل طول عمري مش شايف غير ألمس. انت ما تعرفش حسن، ما تعرفش انا حزين قد ايه. يلا يا سعد، يلا روق كده بقى وسمعنا الله لا يسيئك. يلا أضحك من الفم وأبكي من صميم قلبي، أضحك من الفم وأبكي من صميم قلبي وأنوح من الروح وأكتم كل ده يوم
صابر عليك يا زمان، وكلت فيك ربي. الله 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 يا سعد الله. أنا عايز أطمن على هانم. مش لازم تطمن على هانم، المهم تطمن إحنا عليها. باي باي. أعرف إيه الموقف بالظبط. يا أستاذ مش عايز حد هنا. اتفضل. يلا بقى بقى يا حبيبي. يلا ابني. ها يا إسحاق أفندي. مفيش غير القتيل. قتيل؟ أنا ما كنتش أعرف إنه في قتيل. إحنا لقيناه قريب من مكان الحادث وفي إيده بارودة. من الواضح إنه كان بيضرب منها نار. وده من الحرس؟ في غالب الأمر من الجناه. لقيتوا أي حاجة تدل على شخصيته؟ أبدا، لكن احنا هنعمل كل جهدنا عشان نتعرف عليه. حادثة فظيعة يا إسحاق أفندي. أفندينا هيزعل قوي، انت عارف قد ايه هو حريص على أمن البلاد. مشكلة حقيقي، مشكلة. انت قريب المصابة اللي جوه؟ ده مصطفى باشا فهمي. ما يهمش. محافظ العاصمة. ما يهمش، يبقى انت قريبها. أنا إسحاق أفندي من الحاشية الخدوية. ما يهمش، يعني هي ملهاش أي قريب هنا وسطيكو؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ حمزة، واحد اسمه حمزة. حمزة مين؟ ما أعرفش، هي الست اللي جوه المصابة، عملت تنادي حمزة، اتفضلوا، شوفوا لي اللي اسمه إيه ده لغاية ما أخلص شغلي، أو ما يهمش. أنت يا ويليام يا ابني حيرتني. ليه بس يا جناب المفتش؟ شغلك كويس. ممتاز في الواقع، مع ذلك والدك بيشتكي منك ليه؟ مش عارف. لا انت عارف فعلا، بس انا مش شايف ان دي حاجه تخليه يزعل مني. ايه هي بقى الحاجه دي؟ انا بحب الموسيقى جدا. هفارم عليك يا ويليام افندي، هو في احلى من الموسيقى؟ بالعكس انا كده تقديري لك بيزيد جدا. طبعا انت زعلت على الماس زي ما احنا زعلنا عليها. طبعا انا كنت معجب جدا بصوتها وتيسر لي اسمعها مرتين، لكن في الحقيقه دلوقتي انا بحب الموسيقى الغربيه. ايه ده بجد؟ طبعا انا بتابع كل الفرق اللي بتيجي الاوبرا وبعزف كل اللي بسمعه وبحصل على النتات بتاعته، فيردي، موتسارت، بيتهوفن، بس شوبان له مكانه خاصه عندي. شوبان له مكانه خاصه عندك، انت كده بتزود تقديري لك. قولي انت وراك حاجة دلوقتي؟ تحت امر جنابك. طيب تعال معايا. اهلا يا باشا. اهلا بيك يا نشأت بيه. مطلوب مقابلة عاجلة مع افندينا. خير يا مصطفى باشا؟ حادث بشع، مجهولين اطلقوا عيارة نارية على عربية اشرقة هانم. معقولة؟ ده افندينا لو عرف هيزعل جدا. ما عشان كده انا عايز اقابله. هو مش موجود دلوقتي، لكن جنابك اتفضل استريح وانا هشوف حد يشوفه. هي حالتها ايه دلوقتي؟ احنا نقلناها المستشفى، لكن الدكتور تصرفاته غريبه وما فهمتش منه اي حاجه. خيري باشا صديقي العزيز. اهلا جناب المفتش، اتفضل. لا لا لا، انت اللي هتتفضل معانا، مفيش وقت. يلا يلا. خير؟ خير طبعا، وانا خير بيجي من وراء الخير ولا ايه؟ ما عرفتكش. ويليام افندي فهيم من خيرة موظفي نزارة المالية. بس الحقيقة انا معجب بيه لسبب تاني. ده من امهر عازف البيانو في البلد. معقول؟ مش كده بس، انا بفكر اكلم افندينا عنه. ليه؟ مش لاقي مكان يعزف فيه؟ كل الفرق اللي بتيجي من برا ما بترضاش تاخد مصريين. معقول؟ دي حكاية بسيطة قوي، ما تستحملش ان احنا نكلم ولي النعم. سيب الموضوع ده عليا انا. عظيم عظيم، يلا بينا بقى. على فين؟ يلا هقولك دلوقتي. يلا يلا بقى.
خير باشا لو سمحت، احنا محتاجين المكتب ده للمالية. ايوه بس ده مكتب، كان مكتب الخزندار. طيب تسمح تنتظرنا برا شوية يا ويليام؟ استنى يا ويليام، ما الحقيقة جاي وعايز ويليام يستلم المكتب دلوقتي فورا، لكن طيب روح يا ويليام روح. حاضر. نعم يا خيري، اللي احنا بقينا لوحدنا. مش موضوع الخزين دار ده خلص؟ ايوه خلص. طيب خلاص انساه. حاولت. الراجل مات. ولو لا، كأنك لسه بتطرده. غصب عني. ازاي بقى غصب عنك؟ اسمع يا خيري، احمد الخزين دار كان صديق عزيز جدا، وانت عارف ده كويس. ايوه صحيح. الامور اتغيرت. وده برضو صحيح. احمد الخزين دار شد جوايا وتر، شده لنهايته. بالرغم من كل حاجة انتهت، لكن الوتر لسه بيتهز، مش عارف امتى هيهدى ولا امتى هيتوقف. بصراحة كده يا اسماعيل باشا، انت بتخوفنا. بالظبط الخوف هو ده اللي انا عايزه. بالظبط خيري، احسن حاجة تبني عليها علاقتك بالناس هي الخوف. صدقني، واذا ما كنتش مصدقني النهاردة، بكرة هتصدقني. واقف دي اشرقت هانم. يلا يلا يا مريم، حالتها ازاي؟ مش وقته. مش وقته ده ايه؟ بقولك حالتها ازاي؟ انت بتمسك فيا انت؟ طب سيب الاول، بقولك اتكلم. بعد ما تفوق من البنك هتبقى احسن من قبل الحادثه. خلاص اتفضل على اوضه العمليات يا حبيبي. ايه في ايه؟ ما انا خفت مني زي ما اكون جاي اقتلك. اهو وممكن تعمل. انا قصدك في خدمه. خدمه؟ انت سمعتك بقت وحشه قوي يا شريف بيه. الناس بتهرب منك، بيقولوا انك انت بتستلف فلوس وترجع تفلسع منهم. افلسع؟ يا ساتر على الفاظك. ايه ده ايه افلسع دي؟ انا الفلوس الحمد لله معايا كتير، بلعب بيها لعب. أنا جاي عاوز أتكلم معاك. تتكلم معايا في إيه؟ في عبده الحمولي. حمولي؟ ما هتتكلم معايا أحسن في حرب الحبشة. أنا ما بهزرش. أنا بقى بهزر. طيب. هزر زي ما أنت عاوز، إنما أنا طالب منك خدمة. قول، ولو إني مش هعملها ومش هنفذها. تعرفش ظابط في التن؟ تن؟ ليه؟ أصل عاوز أبلغ عن جريمة قتل. قتل؟ ليه؟ مين قتل مين يا شريف؟ عبده الحمولي قتل ألمص. هو مش حد يجيب لنا حاجة نشربها هنا ولا إيه؟ أنا رحت التوم اشتكيت. رحت. بس الظاهر إن الأمور دي محتاجة واسطة. إيه أنت فين يا نيازي بيه؟ أهو شاهد على الجريمة. أهو جريمة إيه؟ مش عبد الحمولي هو اللي قتل ألمص؟ لا يا شريف بيه، محدش قتل ألمص. ألمص ماتت في عملية جراحية، وإذا كان حد قتلها يبقى أنا. أنت بتقول إيه؟ ما إحنا كان لازم نأجل العملية لحد البنج ما يوصل. حتى على فرض إن إحنا أجلنا العملية، كان المصان الأعور هينفجر، وفي الحالتين انا هبقى القاتل. لا 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 لا، انت مش فاهم ولا عارف حاجه خالص. انا بقى متاكد ان عبد الحمولي هو اللي قتله. اللي انا متاكد منه ان رقبتي ورقبه الراجل ده على كف عفريت. يا اخي ما تبشرش، بلاش الكلام الشؤم ده. طب يلا يا اخويا قوم معايا. على فين؟ قوم بس معايا. اعرف الاول على القصر العالي. يا نهار اسود، المرة اللي فاتت قطعت لي دراعي، المرة دي هتقطع لي ايه تاني؟ ايدك كده. ايوه كويس. اسمك ايه؟ يوسف باشا حمزة الحلواني. هو انت؟ هو انا ايه؟ الست اللي كانت هنا اهو،
اللي لسه طالعه دلوقتي من اوضه العمليات. طول الوقت كانت تقول حمزه حمزه، هاتولي حمزه. صحيح يا باش حكيم؟ لازم اختك. اختك دي اختي يا باش حكيم، دي اشرقت هانم. ما تعرفش اشرقت هانم؟ ما يهمش، بس ايه الحكايه بتاعتكم بالظبط؟ انتوا كنتوا داخلين في معركه ولا ايه؟ ولا حرب الحبشه وصلت لهنا؟ ابدا، اشرقت هانم كانت عندنا بتعزي وقعت حاجه منها فخرجت اديها لها. وصلت العربيه تلاقي الضرب النار شغال عليها. مش معقول. حاولت ادافع عنها وادي النتيجه زي ما انت شايف. بس اسمها ايه دي؟ مش اختك. ما يهمش. تعال يا اخي، ما تسرجنش الهانم عايزاك. تعالي باشتك قربي. سلامتك جناب الوالده باشا. انا بصراحه ما كنتش متخيل ان انت في الموقف ده. ايه الموقف ده؟ ايوه يعني موقف المرض. مرض؟ انت عندك مرض في عقلك. الوالده باشا في احسن صحه. قوله قوله ده عشان ده مش بيفهم. ايوه بس انا خلاص فهمت دلوقتي حالا. الحمد لله. انا كنت عايزاكي عشان انتي ساعدتي عليا. انا ممنون جدا يا دوله الهانم. انا فكرت في الحقيقه وقلت غلط كبير خشيار هانم انك انتي تقطعي ايد باشتك، حرام. لا ولا يهمك يا ست هانم، يعني كله فداكي. انا كلي فداكي يا ست هانم. ما هو كان لازم يحصل حاجه من الاثنين، يا اما اعفو عنك. والعفو من شيم الكرام. يا اما اقطع رقبتك بدل ايدك. لا 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 جناب دولة الهانم باشا، يعني الحمد لله انها جت على قد كده. ده انا حتى يعني انا ما كنتش عاوزها من اساسه. لا لا لا، انا لازم اعوضك. لا الحمد لله، انا ممنون قوي دولة الهانم. انا كفايه عليا التذكار ده. انا لازم اعينك في المعيه السنيه. انا ممنون ليكي جدا يا دولة الهانم. ولازم ننعم عليه بالبكويه. ها ما هو بيك فعلا يا فندم. ننعم عليه بالبشويه. فكريني عشان اكلم ولدنا الخديوي. حاضر والده باشا. وفكريني انت كمان ننعم عليكي بالبشويه. متشكر يا والده باشا. انا تعبت بقى. يلا 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 امشوا بقى، امشوا امشوا. يلا 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 انت انا شيخ. الحقيقه انا مضطر استاذن. رايح فين؟ يا راجل ده انا لسه جاي من اسكندريه وبقالي سنين ما شفتكش. معلش يا غزال باشا ما تزعلش منه، اصل خليل بيه في محنه اليومين دول. سته عيانه. سته؟ ما شاء الله، انت لسه ستك عايشه يا خليل بيه؟ انت مش عارف البرنس نامه وهزاره؟ الله، هي مش ستك وست ستك كمان. فهمت، انت قصدك الوالده باشا. هي لا مؤاخذه يعني بعافيه شويه ولا ايه؟ الوالده باشا في حاله وحشه قوي. انا عن نفسي ما صدقش. ما تصدقش ليه؟ الحكيم بتاعها انها خلاص بتودع. يا خليل بيه دي بسبع ارواح. وفيها ايه يا جماعه؟ انا اذكر ان من سنين طويله كانوا دايما بيجوا هنا. انما ليه؟ من غير ليه؟ زي ما احنا بنيجي كده. لا يا باشا، احنا حاجه تانيه. احنا بقينا معاشات خلاص، يعني نايمين في التكيه. انما دول لسه شغالين، ومع الاسف شغالين علينا احنا. طيب استاذن انا بقى. شفت في حياتك يا باشا حد اجبن من خليل بيه؟ انا ما زلت اذكر انوبار باشا نصيحتك القديمه ليا ان احنا ما نتقابلش في المكان ده. فعلا انا فاكر ان انا قلت مره كلام زي ده، بس يا سمو الامير الامور بتتغير. انا رايي كده برضو. الثبات على الفكر الواحد نوع من الجمود والتخلف. الدنيا فعلا بتتغير ولازم نتغير معاها. مثل المكان ده ان ما حدش يقدر يعرف هل الناس اللي قاعدين دول بيتكلموا في أتفه الموضوعات ولا في أخطرها؟ وانت رأيك بقى احنا بنتكلم في أي نوع من الموضوعات؟ احنا لسه ما اتكلمناش يا سمو الأمير. طيب انت صاحب الدعوة ابتدي الكلام.
ظروف البلد صعبة. متفقين. ومشكلة الدين كبرت قوي. مشكلة الدين كبرها الأوروبيين. ده حتى الفوائد ما بيدفعوهاش. انت عارف كويس يا نبار باشا ان لما مولانا استدان كان غرضه انه يخلي مصر قطعة من أوروبا. بس الأوروبيين بقى لما بيسلفوا بيبقى لهم أغراض تانية خالص. أكلمك بصراحة أكتر. أعتقد إن أنت عمرك ما اتكلمت مع حد بصراحة قد ما اتكلمت معايا. ده صحيح. اتكلم يا نوار باشا، عايز تقول إيه؟ أنا حاسس إن في تغيير بيحصل. ده شيء طبيعي. يعني إحنا الاتنين متفقين على وجهة نظر واحدة. بالرغم إن أنا لسه ما أعرفش وجهة نظرك إيه بالظبط، بس أنا موافقك إن في تغيير. زي إيه مثلا؟ نبار باشا انت تفتكر لقاءاتنا؟ اه طبعا فاكر، بس ده ايه دخله في اللي احنا بنتكلم فيه؟ اللقاءات دي كانت من سنتين او اكتر. مش ملاحظ ان انا كبرت شوية؟ ملاحظ. ملاحظ يا سمو الامير. بالتأكيد لا، وإلا ما كنتش هتحاول تستدرجني عشان اتكلم عن التغيير قبل انت ما تقوله بنفسك. لا لا، انا قصدي اسماعيل المفتش. اسماعيل المفتش هيمشي، بس ده هيكون له نتائج كبيرة. لا لا مش شرط، انت نفسك سبت البلد سنتين وما حصلش حاجة. ما هو انا خايف الامور تتطور اكتر. شوف يا نبار باشا، انا هريحك، انا ضد التغيير اللي انت تقصده، وحريص ان مولانا ولي النعم يفضل على كرسي لحد اخر لحظة. بس لو حصل اي شيء لا قدر الله تأكد اني مع النظام. هو ده اللي انا جاي اؤكده لسموك. I
شفاش غليل وتهب حيلي وحرام يا ليلي لا ارتاح في نومة ولا في قومة ولا في جلسة يقولوا أنسى 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 يقولوا لي أنسى ولا عمري اتكلم بقى يا حكيم. بصراحة يا فندينا الحالة ما تطمنش. يعني ايه؟ أداء الجسم كله متدني وفي كلية متوقفة عن العمل. أيوة، إحنا نقدر نعمل إيه؟ هنعمل كل جهدنا طبعاً يا فندينا، وهنحاول نحافظ على الكلية التانية وندي شوية أدوية مقوية. تفتكر نبعت نجيب طبيب من الخارج؟ وماله يا فندينا؟ للإطمئنان برضو. لكن أنا يخيل لي إن القضية قضية السن. الجسد البشري بيتحمل حاجات كتير قوي وبعدين يتوقف ويبدأ في الغروب، ومفيش علاج للزمن، دي سنة الحياة يا فندينا. صحيح صحيح، على كل واحد فينا إنه يودع أحباءه، لكن دايما بيجي يوم يودعه فيه أحباءه. مواجهة الواقع شيء مهم. طبعا، أنا من أهم قواعد حياتي إني أواجه الواقع، محبش الخيال. يمكن زمان دخلت في شوية أوهام، لكن ده كان في فترة الطيش، إنما دلوقتي أنا بواجه أي مشكلة بكل واقعية. عظيم. هل تعتقد بقى إن الوالدة باشا ممكن تفلت من المرض ده؟ ربنا كبير ونعم بالله، طبعا ربنا قادر على كل شيء، لكن من الطبيعي إن الإنسان بيوصل لسن معين وبيودع الحياة، والوالدة باشا بلغت السن ده، ده أولاد أحفادها مليين السرايات الخديوية. بعد الشر عليها، ولو حصل أنا هزعل قوي. كلنا هنزعل، بس فين بقى الواقعية؟ صحيح، لكن إيه علاقة الواقعية بالموضوع اللي إحنا بنتكلم فيه؟ موضوع الوراثة. وراثة؟ وراثة إيه؟ قصدك أملاكها؟ لا 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 لا، أملاك إيه؟ الأملاك مش مهمة خالص، كل واحد فينا عنده أملاك، وما أعتقدش إن حد فينا محتاج يورث حاجة من الوالدة باشا أو غيرها. إذا كان كلامك صحيح وهو صحيح فعلا بأن أفندينا هو اللي هيورثها، يبقى تقصدي وراثة إيه؟ العرش. عين الحياة، فكري صح. الوالدة باشا ملهاش سلطة وملهاش عرش، يبقى محدش فينا هيورث منها حاجة في الناحية دي. أهو ده اللي مش صحيح. الوالدة باشا طول عمرها ليها رأي في قضية الوراثة. ما اتحسمت بفرمان سلطاني واتقفل الباب ده. أي باب في الدنيا اتقفل ممكن يتفتح. مش فاهم. أنت مقتنع بأن اللي يتولى بعد ولي النعم هو محمد توفيق؟ ده سؤال خارج موضوعنا، لأن أنا قلتلك إنها مترتبة. وإذا كان للوالدة باشا رأي تاني؟ مش هتقدر تعمل حاجة. وإذا كان الباب العالي ممكن يوافقها؟ لا 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 لا، مش صحيح. علاقتها بالباب العالي مش قد كده. كمان السلطان وقف مرة جنب توفيق. ده صحيح، لأن والدة توفيق شفق نور هانم كانت جارية سلطانية، ونفس السبب ممكن ما يوقفش جنبه تاني ويدور على برنس تكون والدته في مكانة أعلى، أو يكون متجوز من برنسس كان ممكن تكون بنت والي مصر لولا الظروف. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، بس تفكر في الكلام ده كويس ونحاول نعمل حاجه وبسرعه قبل ما الوالده باشا تخلى بينا. انا عايز اعرف بس انت رايح فين دلوقتي؟ مشاغل يا ام شلش. مصر المحروسه بتشغل الناس قوي، وبعدين رجلك مش اي حد. انا عارفه يا سلامه بيه، بس أنا كان نفسي تقعد معايا شوية. أعذريني يا مسرات، الظرف مش مناسب، ناس كتير بتيجي من آخر الدنيا علشان تعزيني، وبعدين البيت بقى زحمة قوي، يعني نص اللي في الأزبكية ساكنين في 200 بيت والنص التاني ساكنين عندي هنا. ده أنا حتى مش قادر لغاية دلوقتي أقعد مع شلش حبيبي. شلش يا شلش، قلقت عليه.
هرب من قدامي. معلش يا ست ام أصيلة، البيت زحمة أنا عارف، بس كلها يومين تلاتة وتتحل المشكلة. مشكلة إيه يا سلامة بيه؟ هو أنا في ديك اليوم لما البيت يتملي عليا بالحبايب؟ طب ده أنا الود ودي يتملي أكتر من كده 10 مرات. كلك ذوق يا ست ام أصيلة. ما تكلميه انت يا اختي يا ام شلش، قولي له يبعت لأصيلة وسعبده يجوا يقضوا معانا كام يوم. ايوه طبعا طبعا. ما هو لو انت ما بعتلهمش هروح انا واجيبهم معايا. اصل أصيلة وحشتني قوي. شفتي لازم اخرج من البيت احسن ما يجرى لي حاجه في نفوخي. السلامه بيك، انا عايزك في موضوع غايه في الاهميه. خير يا محمود؟ دلوقتي انت من كبارات البلد دي. ايوه هي البلد فيها كام بي يعني، لذلك انا عايز منك خدمه. خدمه ايه يا محمود؟ تشوف لي حد في الطم. يا ساتر يا رب، كفى الله الشر. ليه؟ عشان يمسكوا الواد نوح. ويمسكوا الواد نوح ليه؟ بيسرق افكاري. يلا تعال معايا يا محمود. ما هو لازم يعرف عدلات. اعرف ايه بس؟ اصل الواد نوح فضل يتدحلب 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 لحد ما عرف ازاي احول الرمل لدهب، وعايز ينفذ الفكره دي لوحده. طب ما هو سي سلامه بيعرف كل حاجه. يلا يلا بينا، تعال معايا. ماشي. روح مع مراتك، روح مع مراتك يا محمود، روح مع عدلات، ونبقى نتكلم في الموضوع ده في وقت تاني. يا سلامة بيه. ايوه يا استنعيم. انا عايزك في موضوع خصوصي. انت تأموري يا ام مسرات، بس الحكاية دي مش عايزة ايتها حد يعرف عنها حاجة. من عينيا الاتنين، وخصوصا مسرات بنتي. ايه انت عايزاني اخبي حاجة على جماعتي؟ هو ده شرط يا سلامة بيه. ايوه بس انا ما اقدرش اوعدك، ما انت عارفة معزة ام شلش عندي قد ايه. مش يمكن الحكاية دي تكسر بخاطرها؟ لا، إذا كان كده يبقى يحسن الكتمان. بلغني إنك تعرف واحد اسمه عايد زمزم. عايد بيك زمزم طبعا، ده كان جوزي. أنت بتقولي إيه يا ست العيمة؟ اللي أنا بقوله. إيه؟ طب ومسرات؟ دي مسرات عبد البديع زمزم. يبقى مين عبد البديع زمزم؟ هو بعينه عايد زمزم. يا مثبت العقل والإيمان يا رب. طب وممدوحة؟ دي بنته التانية. انت بتتكلمي جد ولا بتهزري يا استنعيمة؟ هي الحاجات دي فيها هزار يا سلامة بيه. يا سبحان الله، ما أغرب الحياة وما أغرب اللي بيحصل فيها. أنا عايزك تاخدني من غير ما حد يعرف خالص وتوديني لحيط زمزم ده. الله، طب ليه؟ حساب قديم يا سلامة بيه. ما هو أنا أصلي ما قدرش أخدك من إيدك ووديك العايد بيك زمزم غمدي كده من غير ما أرسع الدور. مين اللي بيخبط؟ افتحوا الباب يا غجر. فين اللي اسمه خضر دي؟ انت هتعرف كل حاجه في اوانها. ايوه بس على شرط اعرف كل حاجه قبل ما اخدك واوديك ليه. المهم انا مش عايزه مسرات بنتي تعرف ايتها حاجه. حاضر. هو في ايه؟ مين بينادي عليا؟ في ايه ايه؟ الباب بيخبط وهانم راحت تفتح. طب كويس كويس. ايه على العموم يا ست نعيمة، انا حبقى اشوف الموضوع ده بعدين. مين وداد؟ ايه ده ايه ده يا سلام؟ مش دي برضو ام الحرباية اللي انت متجوزها؟ ما تلم لسانك يا ولي، انا بنتي مش حرباية يا اخي. بس انت وهي. ويا ترى بقى انت جاية لوحدك ولا جايبة المحروسة معاكي؟ لا يا اختي، المحروسة هنا، بس كانت مع ابنها شلش. شلش سلامة بيه الحلواني. لا 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 لا، انا غلطانة، انا غلطانة اللي جاية لغاية هنا تعملوا فيا كده؟ ده انا جاية علشان اعزيكم. بس بس اقعدي يا وداد اقعدي. لا لا ابعد ايدك دي، ابعدها خالص. انا ما عدتش اكل من كلامك ولا عدتش هتضحك عليا خلاص. هو انت مش برضو وعدتني ان البنت دي هتفضل عايشة على طول في السويس؟ بنت مين يا خالة؟ انا هنا مع ابني سي شلش، معززة مكرمة. أرجوكم أرجوكم يا جماعة، الظرف مش مستحمل اللي بيحصل ده. ما هو أنت لو كنت راجل بحق وحقيقي ما كنتش تقول كلام وتعمل حاجات تانية. اقفلي بقك يا وداد، ما تلخبطيش في الكلام. اسمعي كلام سلامة به يا وداد.
هي حصلت انك تهزقني قدام السفله دول؟ مين هم بقى السفله اللي بيتهجموا على الناس في بيوتهم ولا اللي قاعدين معززين مكرمين؟ الله 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 الله، دي القديمه هنا. انت كمان يا مريم، انت كمان بتتكلمي زي الجرابيه دول؟ لا يا وداد، احفظي لسانك. ما تخلي البلاوي اللي انت جايبهم يحفظوا لسانهم. هي القديمه بتتخانق ليه؟ تاني يا مريم، تاني القديمه يا مريم. بنو